أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار العراق اليوم والبداية مع العناوين. قيادي في النصر يكشف عن ضغوط مارسها سليماني لتمرير الفياض للداخلية ونائب عن البناء يرفض تدخل المرجعية في أزمة الوزارات الأمنية. مقتل مختار في الموصل على يد عناصر داعش والمرشح للقيادة المركزية يؤكد أن البغدادي يختبئ قرب نهر الفرات بين العراق وسوريا. والشاعر عريان سيد خلف يودع الحياة إثر وعكة صحية الأوساط الادبية السياسية تعد رحيله خسارة كبيرة للثقافة العراقية الى تفاصيل أكد علي السند القيادي في ائتلاف النصر الذي يتزعم حيدر العبادي أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني تواجد في بغداد بالتزامن مع عقد جلسات مجلس النواب الخاصه باكمال الكابينه الوزاريه امس الثلاثاء. اضاف السناد ان سليماني جاء من اجل الضغط لتمرير فالح الفياض لحقيبه وزاره الداخليه. مشيرا الى ان هذه التدخلات رُفضت ولم ولن يتحقق ما اراده سليماني فالاراده العراقيه هي الاقوى حسب وصفه. شدد السناد إلى أن تحالف الأصلاح الرافض لتسمية غير مستقلين للوزارات الأمنية يرفض أي تدخلات خارجية من أي دولة كانت بخصوص القرار العراقي يذكر أن المكتب الإعلامي لدار الإفتاء العراقية كشف يوم أمس عن لقاء جمع مفتي جمهورية العراق مهدي بن أحمد الصميداعي بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في منزل الأول في بغداد الى هذا اعلن تحالف البناء رفضه تدخل المرجعيه الدينيه العليا بحل ازمه اختيار وزيري الداخليه والدفاع ذلك ردا على دعوات سياسيه بهذا الخصوص. القيادي في التحالف النائب عامر الفايز في تصريحات له اليوم اكد ان تحالفهم لا يؤيد ان يكون للمرجعيه دور في قضيه حل ازمه اختيار مرشحي الداخليه والدفاع لان اي فشل من الوزراء سوف ينحسب على المرجعيه وسيقال انها هي من اختارتهم. أضاف الفايز ان المرجعيه لن تخطي او لن تخطي هذا هكذا خطوه فهي توجه وتحدد شخصا بعينه لافتا الى ان لا نوايا سياسيه لدعم هكذا طرح على حد تعبيره وكانت مصادر سياسيه قد كشفت عن وجود توجه سياسي بطلب من بطلب تدخل المرجعيه الدينيه لانهاء ازمه اختيار وزيري الدفاع والداخليه بعد ان افضل خلاف بين تحالفي البناء والاصلاح الى طريق مسدود رد القيادي بتحالف البناء احمد الاسدي على تصريحات نواب سائرون التي قالوا فيها ان المجلس احتسب نائبا سابقا والموظفين والمستشارين من اجل تحقيق نصاب كاف لعقد الجلسه رد بالقول أن من يقول بذلك إما كاذب أو محتال وفي أحسن الأحوال مشتبه عليه الأمر بدوره قال النائب عن البناء عبد الامير تعيبان او تعيبان ان المجلس حقق النصاب في المره الاولى التي عد فيها الحضور وبلغ حينها 171 نائبا لكن طلب رئيس المجلس محمد الحلبوسي عادة اجراء العد مره اخرى ادى الى تناقص النواب الى 165 نائبا فقط هذا وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد دعا في مؤتمره الصحفي الاسبوعي مساء امس مجلس النواب الى تحديد موعد للتصويت على المرشحين للمناصب الوزاريه الثمانيه الشاغره بعد الاتفاق على او بين الكتل النيابيه على الكيفيه التي سيتم بها اكمال الكابينه الوزاريه. وسُئلت متى ستحضر المره القادمه؟ قلت انا لا يوجد لدي موعد المره القادمه، انتم من تقولون لي الان. على مجلس النواب ان يحدد موقفه نحن قدمنا الاسماء لا نستطيع ان نتدخل اكثر في هذا الموضوع لذلك سننتظر من مجلس النواب ان يحدد الموعد المناسب بعد ان يكون قد اتفق مع الكتل فيما بين الكتل في كيفيه اجراء استكمال التشكيله الوزاريه واذا توصلت الكتل السياسيه الى اتفاقات تعرض على رئيس الوزراء ورئيس الوزراء باعتباره الشخص المكلف المسؤول عن اختيار وزاراته يرى إن كانت هذه الاتفاقات موافقة تتفق مع وجهات النظر المطروحة حين ذاك نمضي قدما وفيما يتعلق بأسماء الوزراء الذين تم تقديم أسمائهم إلى مجلس النواب أشار عبد المهدي إلى أمكانية تغيير بعض الأسماء المرشحة إذا اقتضت الضرورة أن توافقت الكتل السياسية على رأي واحد ولدينا قائمه الاسماء الحاليه او قوائم اخرى ان اقتضت الضروره لاعاده النظر باي اسم ان توافقت الكتل السياسيه على اشياء اخرى موافقه، المهم ان التشكيله تستكمل وان نتقدم الى الامام بالرغم ان الحكومه اليوم تعمل بكافه ديناميكيتها وليس امر غريب ان تكون هناك بعض الوزارات بالوكاله، هذا لا يحدث اي فراغ. نحن في في هنا في العراق لعده سنوات لعده سنوات مثلا كان رئيس الوزراء بالوكاله عن ثلاث وزارات الاخ العبادي، الاخ ايضا المالكي طيله فتره ولايته كان بالوكاله ايضا لوزاره الدفاع والداخليه في مراحل معينه فبالتالي ليس ليس هذا ثغره كبيره وان كان نحن نريد أن نستكمل التشكيلة الوزارية بشكل كامل. هذا يرفع الأعباء عن الوزراء ويقسم المسؤوليات بشكل أفضل. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من بغداد القيادي في تلاف النصر علي السند أستاذ علي مرحبا بك بداية أنت قلت في تصريح أخير أن قاسم سليماني يتواجد في بغداد من أجل الضغط لحقيبة الداخلية للفياض إلى ماذا تستند معلوماتكم وما هي يعني طبيعة تدخلات سليماني طبعا تحية لك وإلى كل مشاهدين الكرام حقيقة المشهد السياسي اللي البارحة في يعني اتضح أنه في جلسة البرلمان يوم أمس أنه حقيقة أن أكو إرادة وطنية انتصرت ومشروع وطني من أجل أنه القرار قرارنا ان يكون وطني الطرف الآخر يظن أنه هي مجرد إرادات ومجرد أنه لو فلان يصير لو يعني ما ما يكون الوزارة ما يصير لها يعني خليت من الكفاءات من من الناس الوطنيين، يعني من زايد على وطنيتهم، بالعكس يعني احنا نشكرهم على على المرحله اللي كانوا بها هم قايدين البلد، لكن احنا ردنا انه القرار يكون وطني ومنهج وطني، شلون المنهج يكون وطني؟ مو معناته انا منهج وطني انا قبل اجيب ناس من الفضاء بس انا بنفس الوقت المنهج والمعيار الوطني المتفق عليه. عندما كلفنا السيد يعني كلف السيد عادل عبد المهدي بتوافق الكتلتين المعيار هو التخصصي وضمن ضمن سياقات يعني وخاصه الوزارتين الامنيتين وعدم الانصياع للتدخلات الخارجيه. سؤال يطرح نفسه يعني وجود ال وجود قاسم سليماني يوم امس في الجلسه هو مو محض الصدفه يعني اكيد لانه لاعطاء ضوء اخضر انه يجب ان يكون فلان من الناس على الوزاره الفلانيه يعني يعطيه هو حضر جلسه يوم امس استاذ استاذ إيه علي لا لا هو مو قصه يعني كان من الحاضرين بالجلسه بس كان من اللي اللي كان يعني وجوده هو يعني دعم للمرشح الداخلية بالاخاص وهذا الشيء اكثر من من مره انه يؤكدون على انه السيد فالع الفياض يجب ان يكون في هذا المكان يعني هم ما ما نحن احنا نشوف التدخل الخارجي اذا كان من اي دوله هو هذا ضعف للقرار العراقي ضعف للمنهج الوطني يعني حقيقه العراق يعني يجب ان يكون ذو سياده انا بس يعني خلي خلي نكون اكثر اكثر منطقيه بالحوار واكثر واقعيه يعني هسه الدول تسمح لنا انه احنا نتدخل في شؤونها ليش بس العراقي يكون ساحه التدخلات والصراعات ليش هذا ضعف للسياسيين الموجودين. وهذا معناته ان هم يعني الشعب اللي جابهم الشعب هو مصدر السلطات من جابهم هذا الاماكن يجب ان يكون يحت... يتحملون طيب الأمان. هذا جاء بالتزامن مع دعوات المرجعيه استاذ التدخل. علي هذا جاء بالتزامن مع دعوات المرجعيه الى يعني الى طلب من الدول الخارجيه بعدم التدخل في شؤون العراق ولكن تحالف البناء في الوقت نفسه رفض تدخل المرجعيه في موضوع يعني تسميه الوزراء والتدخل في دفع عمليه يعني اختيار وزراء للمناصب بالتحديد الداخليه والدفاع كيف تعلقون على رفض البناء سيد الكريم يعني سماحة السيد مقتدى الصدر يعني اللي هو يمثل سائرون كان كلامه منسجم مع تطلعات وكل رؤية للمرجعية وهو يمثل الإصلاح بما فيها النصر احنا همنا قرارنا وطني ونريده يكون يعني ضمن المعيار الوطني والمنهج أوه. المتفق عليه يعني عندما يتكلمون ويقولون المرجعيه ليس لها دور وهي مو مو شغلها هذا مو صحيح المرجعيه كانت داعمه وبقيت داعمه وهي يعني تبحث عن حكومه تخدم الشعب بعدم الانصياع لاوامر الخارج احنا هاي مشكلتنا نعم يعني هو تحالف البناء كان يعني كانت النجر. حجه تحالف البناء انه لا يريدون حشر المرجعيه في موضوع اختيار وبالتالي سيحسب الموضوع على لعد شلون انتم لعد شلون انتم شلون تحشرون المرجعيه انا اسال سؤال واسال البناء وكل القاده السياسيين المرجعيه هي الفيتو ضد الفاسدين المرجعيه هي الفيتو ضد الخارجين الاوامر الخارجيه المرجعيه هي سياده البلد، المرجعيه هي صمام الامان، شلون هسه انتم تحكون بهذا الكلام؟ هي المرجعيه ليش عندها مناصب؟ لو تدور مناصب المرجعيه هي 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 المعيار، معيار الشارع، نبض الشارع، يعني المرجعيه تتوافق مع مع متطلبات شعب انتم من جيتوا جيتوا باسم المرجعيه هسه صارت المرجعيه من صاروا ذول يعني هم فقط للتوضيح استاذ يعني هم قالوا انه حتى لا تتحمل المرجعيه مسؤوليه فشل الوزراء دعني اتطرق الى موضوع ثاني هناك تباين في موضوع لا, لا, لا استاذ قبل استاذ قبل لا استاذ قبل لا استاذ قبل لا, تفضل لا تفضل باختصار لو سمحت الوقت ضيق تدخل المرجعيه باختصار المرجعيه تعطي خطوط عريضه المرجعيه لا تسمي شخوص المرجعيه تقول نرفض التدخلات الخارجية نرحب بحكومة تكون تلبي طموحات الشعب الشعب يريد الشعب يريد حكومة وطنية معيارها وطني تخصصي ما نشلب بالشخوص هذا القصد واضح شارعي. واضح واضح استاذ علي هناك تباين في الروايات حول موضوع اكتمال النصاب القانوني في في مجلس النواب يوم امس يعني وهناك حديث من تحالف سائرون انه النصاب لم لم يكتمل وهناك كان تزوير في الموضوع كيف تعلقون كيف جرت الجلسه هل لك ان تطلعنا ما الذي يجري هناك طب سيدي الكريم واضح انه من خلال المتابع لكل مجريات الجلسه وعدم اكتمال النصاب في بدايه قالوا النصاب مكتمل هذا دليل على ضعف انت تعرف هاي المنظومه التشريعيه اذا كان بها يعني تزويق للحقائق يعني مزيفه انه النصاب تعرف هذا مساله خطيره انه سلطة تشريعية ما يعرفون انه النصاب مكتمل لو ما مكتمل، زين اللي جالسين في الجلسة كمستشار وكناب سابق و يعني اسماء عديدة، زين ذولي شنو؟ اذا ذولي جالسين في هذه الجلسة ويتحكمون انه بانه يخلون زيادة في العدد انه لزيادة السواد الأعضاء انا ما اعرف، يعني حتى على مود هذول كامل العدد حتى يمررون، يعني انا اعتبر الموضوع ما حدث بالصدفة. الموضوع ما حدث بالصدفة كانوا يعني المسألة كأنما مبيتة إذا صار نقص دول يحسبون على اكتمال نصاب واضح هذا هذا كان في الجلسة هذا هذا خرق كبير ويجب النظر إليه من رئيس المؤسسة التشريعية ويكون لأن إحنا حقيقة المؤسسة التشريعية إذا ضربت بهذا الجانب بمسألة الأمانة والثقة راح تنسف العملية الديمقراطية حقيقة وضحت الصورة كان معنا مباشرة من بغداد القيادي في ائتلاف النصر علي سنيت شكرًا لك أستاذنا. شاهدنا فاصل قصير ونواصل معكم هذه النشرة. ابقوا معنا. إلى التفاصيل من جديد أهلا بكم مشاهدينا حمل شيوخ عشار البو بدران في قرية العمريني الجنوبية الموصل قوات الأمنية مسؤولية مقتل مختار قريتهم على يد مجموعة مسلحة من عناصر داعش تسللت بزي القوات الأمنية ودخلت القرية لترمي المختار بوابل من رصاص من الرصاص وترديه قتيلا ثم لاذوا بالفرار الحرة زارت المنطقة والتقت بذوي القتيل ونقلت ايضا منشدات اهل القريه للمسؤولين المعنيين. بعد ساعات على تحذيرات وكيل وزاره الداخليه خلال زيارته الموصل الاثنين عن وجود تهديدات ارهابيه في المحور الجنوبي شنت خلايا داعش الارهابيه هجوما على قريه العمريني جنوب الموصل في ساعه متاخره من الليل مستهدفين مختار القريه. ذوو المغدور قالوا ان الارهابيين اوهموهم بزيهم المشابه للقوات الامنيه، الامر الذي سهل عمليه تنفيذ ارهابهم بقتل الضحيه قرب داره بوابل من الرصاصه ثم لاذوا بالفرار. دخلوا اليه بزي عسكري يعني زي الجيش او الشرطه بزي القوات الامنيه واقتادوه ومشوا مسافه 100 متر وصفوه هناك يعني قتلوه لان لقينا الجثه مالته شيوخ عشائر الببدران التي ينتمي اليها المغدور حملوا القطاعات الامنيه مسؤوليه الخروقات التي حدثت في مناطقهم فيما ناشدوا عمليات نينوى ضروره التدخل واشراكهم في مسك الملف الامني باسمي وباسم عشائر الساده الببدران احمل كافه المسؤوليه للقطاعات الامنيه المتواجده في محافظه نينوى على الخروقات التي حدثت في قاطع غرب جنوب الموصل قرى الساده البو بدران واناشد السيد قائد عمليات نينوى اذا لم يكن لديه القدره على مسك الارض فنحن على اهبه الاستعداد لمسك اراضينا عدم اصدار الاوامر الاداريه للعديد من افواج الحشود العشائريه التي كانت تتولى الملف الامني في هذه المناطق جعلها تواجه فراغا امنيا بحسب عدد من المتطوعين شاركنا بتحرير مناطقنا بداية 2016 مسكنا الأرض لما يقارب سنة أو سنة ونص وتم تفليش الفوج بسبب عدم صدور الأوامر الإدارية من الحكومة العراقية وكيل وزارة الداخلية الذي زار الموصل دعا إلى إعادة تقييم الوضع الأمني بالإضافة إلى تكثيف أعداد القوة القتالية في جنوبها بعد ورود تقارير استخبارية لتحركات داعش مجيئنا اليوم هي لاعاده مراجعه التقييم والتقييم للتهديدات والتحديات التي تعصف بمحافظه نينوى جنوب الموصل والتي الان قررنا في ان يكون هناك تعزيز وحضور امني مكثف فيها خروقات امنيه وتحذيرات من تكرارها في القطاع الجنوبي هذا وبقائها دون استئصال ينذر باخطار امنيه تهدد عوده النازحين الى مناطقهم بحسب مراقبين من قريه العمريني جنوب الموصل هيثم احمد الحره كشف الجنرال فرانك ماكنزي مرشح الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتولي رئاسه القياده المركزيه عن مكان وجود زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي اثناء جلسه استماع بمجلس الشيوخ وصرح ماكنزي في جلسة الاستماع المتعلقة بتعيينه في هذا المنصب ان قدرات البغدادي قد تضررت بشكل كبير وهو خائف جدا ويجري هربا للنجاة بحياته في الصحراء قرب نهر الفرات على حدود العراق وسوريا لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لالقاء القبض عليها او قتله وأوضح الجنرال أن الحملة العسكرية للتحالف مستمرة ضد مواقع التنظيم المتبقية واصفا حال التنظيم وقياداته بالصعب جدا وغير مؤهل للتخطيط لهجمات ضد مصالح أو مدن أمريكية اكدت قياده عمليه بغداد انها بصدد رفع الحواجز الكونكريتيه التي طالما قطعت مئات الشوارع الرئيسيه والفرعيه في العاصمه وتسببت بحدوث اختناقات مروريه لسنوات عده من جهتها بدات امانه بغداد بعمليه اعاده تاهيل الكثير من الشوارع والحدائق التي تضررت جراء وضع تلك الحواجز بعد سنوات مضنيه وصعبه عاشها سكان العاصمه بغداد متذمرين من وجود حواجز كونكريتيه تفصل بين شارع واخر وتقطع مئات الطرق حتى داخل الاحياء الصغيره يستبشر المواطنون اليوم خيرا برفع جزء من تلك الحواجز متحدثين عن امكانيه ان يساهم ذلك بفك الاختناقات المروريه المواطن الأكبر تعرف انت الازدحامات اللي يومية تصير بالشوارع وصعوبة وصول الموظف والمواطن لمكان عمله. واي صبات وما لها داعي بصراحة يعني غير مدروسة غير مدروسة أنت كإنسان بسيط تجي تباوع تقول هذه ما لها علاقة بالموضوع. زرنا قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن رفع تلك الصبات. إذ أكد قائدها أن العملية مستمرة خصوصا لمداخل الخضراء موضحا أن أعداد الصبات التي تم رفعها من جميع مناطق بغداد وصلت إلى عشرة آلاف ونقلت إلى أطراف بغداد لأغراض أمنية مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد رفع الكثير من السيطرات الأمنية أيضا اليوم يمكن أعداد الصبات رفعت من بغداد بحدود أكثر من عشرة آلاف صبة كونكريتية هذا عدد ليس بالقليل والجهد اللي الهندسي المتسر بقيادة عملية بغداد سخرناه كله لهذا وإن شاء الله ما راح تنتهي عام 2018 ولا إحنا رافعين عدد من السيطرات يمكن أتوقع في الأسبوع المقبل راح يكون عندنا هنا مؤتمر صحفي ونوضح بعدد السيطرات اللي راح نرفعها من بغداد أمانة بغداد من جهتها أكدت أنها تعمل منذ أسبوعين على تأهيل الكثير من الشوارع والحدائق التي تضررت جراء وضع الحواجز فيها استعدادا لفتحها امام حركه المواطنين. قمنا برفع الكونكريت، تأهيل الحدائق، اصلاح الاضرار في الشوارع، عندنا شوارع يحتاج لها الحقيقه وقت حتى تكتمل كما ذكرت. يذكر ان الصبات التي كانت قرب بعض الجامعات والمؤسسات الحكوميه قد تم رفعها كتلك التي كانت قرب وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وجامعه الامام الصادق والمعهد القضائي واخرى كانت تغلق شارع ابي نؤاس واحدى الطرق بين الكراده والدوره تم ازالتها بشكل نهائي. ما زالت عمليه رفع الحواجز الكونكريتيه من شوارع بغداد مستمره وهذه العمليه تجري الان قرب الجسر المعلق داخل المنطقه الخضراء على امل ان تساهم بتخفيف الزخم المروري الكثيف استبرق حسن الحره بغداد ولمناقشه هذه الملفات ينضم الينا مباشره من بغداد المحلل السياسي والامني زياد العرار استاذ زياد مرحبا بك بدايه كيف تقيم خطوه رفع الحواجز الكونكريتيه في عموم بغداد وهل سيكون لها تاثير سلبي ام ايجابي على الوضع العام مساء الخير لك والمشاهدين الكرام بالتأكيد هذه الخطوة المهمة والجديرة بالانتباه ستساعد كثيرا على تخفيف وطأة ظروف الحياة على المواطن البغدادي تحديدا وعلى المواطن العراقي بشكل عام هذه الحواجز الكونكريتية لطالما أعاقت المناطق عن بعضها ولطالما سببت زحمة في الوصول للدوائر المستشفيات وإلى غير ذلك لكنها جاءت هذه المرة وللمره الثالثه بعد قرار حكومي سبقه قرار من المالكي وبعده العبادي عجز عن تنفيذه لان الاجهزه الامنيه والجهات المختصه في وقتها لم تعطي الاذن ولم تعطي الموافقه على ما يبدو، الان عمليه التنفيذ برفع الحواجز هي اشاره في نفس الوقت الى تحسن الجهد الاستخباري والوضع الامني في العاصمه بغداد وان الاجهزه الامنيه والقوات المسلحه قد اخذت على عاتقها هذا الجهد الكبير والمسؤوليه التي لا سامح الله ان وقع ما لا تحمد عقباه ستكون هناك بالتاكيد يعني مساءلات كثيره وبالتالي هي خطوه مهمه وفعاله جدا وايضا هذه الخطوه ستبين مدى فاعليه امانه بغداد ومدى جديتها وقدرتها طيب يعني هل على خدمه المواطن لانها كانت استاذ زياد هل ستشد يعني بغداد تجديدات امنيه اكثر من السابق اذا كان رفع الحواجز الكونكريتيه يعقبه تجديد امني فلا طائله ولا فائده من ذلك لان الخطه التي بدات بها عمليات بغداد وعلى قواطع كل جهه وكل منطقه يمسكها قوه امنيه سواء كانت من الجيش، الشرطه الاتحاديه، وزاره الداخليه سيتم رفع سيطرات اخرى، اذا لن تكون هناك تجديدات ولن تكون اجراءات اخرى بقدر ما سيكون تخفيف عن المواطن وهذا هو المطلوب ان يتم التخفيف عن المواطن. بعد الانتصار الذي حصل على داعش وبعد التقدم العسكري طيب. للقوات العراقية لا بد أن يكون تخفيف يشعر به المواطن بالحديث يعني عن تنظيم داعش كيف تقيم تقارير تواجد زعيم تنظيم داعش في الصحراء يعني بين العراق وسوريا وخصوصا في منطقة قريبة منا من نهر الفرات يعني هل تعتقد أن الطبيعة الجغرافية وعشائر تلك المنطقة ساعدت يعني في هروب أبو بكر البغدادي إلى هذا الوقت لا نتحدث عن العشائر انها عامل مساعد بالتاكيد لان تلك العشائر قد عانت الكثير من تنظيم داعش ومن قبله القاعده وهي حريصه على ان تتخلص منه في هذه الظروف المهمه في ظل ضعف تنظيم داعش بشكل عام، لكن الظروف والتضاريس والوضع العام في تلك المناطق يساعد على اختفاء زعيم داعش وعلى اختفاء مقاتلين، ولطالما تحدثنا عن ضروره القيام بعمليه عسكريه يشترك فيها التحالف الدولي لتعقب عناصر داعش في تلك المناطق المهمه والخطره، هذه المناطق تستطيع ان تخفي فيها رتل عسكري كامل واحيانا تخفي فيها مزنجره عسكريه كبيره بطبيعه حالها، ولا يعرفها الا اهل الصحراء واهلها، القوات العراقيه وخصوصا الباديه والجزيره تقوم بين الفتره واخرى وبمعاونه التحالف الدولي حتى انها تسير دوريات من من قوات التحالف الدولي القوات الامريكيه في تلك المناطق لتعقب عناصر داعش ولطالما عثرت على مخابئ واسلحه هذا يدل على ان هذه المناطق قد تكون فعلا مثل ما ذكر بالتقرير ان هناك امكانيه احتمال تواجد زعيم داعش وبعض القاده الاخرين في تلك المناطق بين العراق وسوريا ما هو تقييمك للوضع الامني في محافظه نينوي بالتحديد في الموصل نحن نتحدث خصوصا وهناك زيادة لعمليات داعش في هذه المنطقه واغتيال يعني مختار في احد مناطق الموصل، هناك ايضا انباء عن عوده تنظيم داعش؟ او مجاميع الى المناطق المحرره كيف ترى الوضع في نينوى الحديث عن عوده داعش هذا امر كبير جدا لا اعتقد انه بهذا المستوى لكن امكانيه ظهور عناصر داعش نعم هذا موجود لضعف الاداء الاستخباري في تلك المناطق ولعدم الاعتماد على المقاتلين من ابناء العشائر الذين قاتلوا داعش والتخلي عنهم في تلك في هذه المرحله وهم اعرف بعناصر داعش واعرف بمن انتمى وعمل مع داعش ولكن في كل الاحوال داعش في افعالاته وهو عاجز عن تجنيد عناصر أخرى وبالتالي هي فرصة للقضاء عليه من خلال الاستعانة بالجهد الاستخباري والجهد البشري الاستخباري وعلى القوات المسلحة أن تجند أبناء العشائر الذين ساهموا في مطاردة داعش في صفوفها حتى تتمكن من ملاحقتهم والقضاء عليهم ويجب أن تكون هناك عملية استخبارية بين الإقليم الشمالي وبين القوات العراقية لأن هناك ترابط كبير في طيب. هذه المنطقة حتى يتم الاستحكام على الحدود ومتابعة داعش في معاقله ومخابئه على الجانب الآخر يعني باختصار لو سمحت هناك تقارير تقول أنه زيادة الضغط على عوائل الذين انتموا إلى تنظيم داعش سيزيد من التطرف كيف تقرأ هذا الموضوع باختصار لو سمحت هذا موضوع يحتاج الى دراسه كبيره والى برنامج مهم، وسبق للحكومه العراقيه ان طرحت هذا البرنامج ولم يتم تنفيذه، وكذلك الامم المتحده طرحت هذا البرنامج اعاده تاهيل عوائل داعش، يجب ان لا نخسر هذه العوائل ونعيدها الى المجتمع العراقي بدل ان تبقى منعزله وقد يتم اصطحابها او تجنيدها من قبل داعش. وضحت الصوره، شكرا لك المحلل السياسي والامني زياد العرار، كنت معنا مباشره من بغداد. شاهدين الاخبار العالميه بعد فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الأخبار العالمية أصدر الإدعاء التركي مذكرتين لاعتقال المسؤولين السعوديين السابقين سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل صحفي السعودي جمال خاشقجي ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تركيين أن المكتب خلص إلى أن هناك اشتباها قويا بأن القحطاني وهو مساعد كبير أو كبير سابق لولي مساعد سابق لولي العهد السعودي و عسير هو نائب رئيس الاستخبارات العامه السعوديه سابقا شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل قنصليه بلاده باسطنبول في الثاني من اكتوبر. ياتي ذلك غدا تصريح مشرعين امريكيين بانهم اصبحوا متاكدين من ان ولي العهد السعودي هو المسؤول عن مقتل خاشقجي بعد افاده مديره وكاله المخابرات الامريكيه. قالت مفوضه الامم المتحده لحقوق الانسان ميشيل باتشلي ان هناك حاجه لاجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبرت باتشلي عن اعتقادها بوجود حاجه لمعرفه ما حدث بالفعل والاشخاص المسؤولين عن هذه الجريمه البشعه حسب تعبيرها قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر أن لا شك لديه في أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المسؤول الأول عن قتل الصحفية السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول بداية الشهر الماضي لا شك لدي بأن ولي العهد محمد بن سلمان أمر وراقب عملية القتل وهو يعرف بالضبط ما يحدث مسبقا لو مثل أمام هيئة محلفين لتمت إدانته خلال ثلاثين دقيقة والسؤال هو ماذا نفعل حيال ذلك لحد الان ولسوء الحظ اعتقد انهم يشعرون بان هذا شيء يمر لان الاداره لم تتحدث عنه لقد تحدثت بطريقه اعطتهم حصانه والرساله لبن سلمان ولمن حوله هي ان بامكانهم المضي في قتل الصحفيين من جهته دعا عضو مجلس الشيوخ الجمهوري لانسي جراهام الى وقف تسليح السعوديه في حربها ضد اليمن متهما ولي العهد محمد بن سلمان بالتواطؤ في قتل الاعلامي السعودي جمال خاشقجي واشاد جراهام بالايجاز الذي قدمته جينا هاسبل مديره وكاله الاستخبارات الامريكيه سي اي اي في الكونغرس ارى من الصعب التصديق بان عمليه قتل خاشقجي نفذت من دون علم ولي عهد السعوديه محمد بن سلمان لقد تركت القاعه وانا على يقين من ان تقييمي لمسببات الحادث صحيحه أنا راضٍ جداً عن الإيجاز الذي قدمته مديرة السي آي إي، حيث زودتنا بتفاصيل عن مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر بالإضافة إلى تفاصيل عن تحركات ما قبل الحادث. السعودية حليف استراتيجي والعلاقة معها تستحق أن تستمر، لكن ليس بأي ثمن، سنلحق الضرر بسمعتنا في العالم والأمن الوطني إذا تجاهلنا ما فعله محمد بن سلمان، فهو متواطئ في قتل جمال خاشقجي على أعلى مستوى ممكن. هذا وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز انه قال انه بات اكثر اقتناعا بعد الاستماع الى افاده مديره وكاله سي اي اي جين هاسبل باهميه توجيه رد امريكي قوي ضد ما وصفه بالتصرفات السعوديه سواء في حرب اليمن او قضيه مقتل صحفي سعودي جمال خاشقجي <applause> لقد بت مقتنعا أكثر من أي وقت بأن على الولايات المتحدة أن ترد بحسم على حرب اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي فالرد من هذا النوع هو وحده الكفيل بإيصال رسالة مفادها أننا لا نقبل بمثل هذه التصرفات وأرجو أن يأتي هذا الرد من خلال مشروع القانون الذي اقترحته مع السيناتور جراهام والذي يفرض عقوبات أكبر بموجب قانون ماغنيتسكي وفي الملف اليمني يصير اليوم إلى السويد وفد حكومي يمني للمشاركة في محادثات سلام مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة يرأس الوفد اليمني الحكومي الذي يضم 12 شخصا وزير الخارجية خالد اليماني كتب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية عبد الله العليمي في حسابه على تويتر أن الوفد سيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي يعتبرها فرصة حقيقية للسلام كما اكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام ان ايدي الحوثيين ممدوده للسلام. اكدت الولايات المتحده ان المحادثات بشان اليمن في السويد هي خطوه اولى ضروريه وحيويه للسلام. ودعت الاطراف كافه للالتزام الكلي بوقف اي اعمال عدائيه. أضافت المتحدثة باسم الخارجية هيثر ناورت أن هذا الظرف هو ظرف م... مناسب لليمنيين لتعويض الصراع بالتوافق بالتف... والعمل سويا لرسم مستقبل مشرق لليمن في سياق متصل قال مصدر في الأمم المتحدة أن وفد الحثينة وصل إلى السويد للمشاركة في المحادثات كما ان مبعوث الامم المتحده مارتن جريفيث الذي كان موجودا منذ الاثنين في العاصمه صنعاء وصل هو ايضا الى السويد حيث ينتظر ان يصل اليها ممثل الحكومه اليمنيه اليوم الاربعاء. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده الاخبار الاقتصاديه قوموا معنا. اهلا بكم من جديد، توقعت دائرة متنبئون جويون استمرار موجة الأمطار الحالية في عموم البلاد حتى نهاية الأسبوع. أكد المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة صادق صادق عطية في منشور على فيسبوك اليوم أكد أن جميع المدن مشمولة نهار اليوم الأربعاء والليلة بالأمطار من الشمال إلى الجنوب، مبينا أن الأمطار تتلاشى فرصتها مؤقتا من مدينه الانبار وجنوب غرب البلاد في محافظات النجف والباديه الجنوبيه خلال الظهر حيث ستندفع الامطار شرقا بانتظار دخول خط الجبهه البارده وامطارها للبلاد. اعلنت محافظه نينوى اليوم حاله الطوارئ في المحافظه بسبب غزاره الامطار فيها فيما وجهت رساله تحضيريه للمواطنين من الاقتراب من السيول وتجنب الاقتراب من المناطق المنخفضه. مكتب المحافظ نوفل العجوب أكد في بيان له أنه تم إعلان حال الطوارئ وتشكيل خلية أزمة برئاسة محافظ نينوى ودوائر الخدمية والبلدية لتقديم الدعم وتجنيب المواطنين من أي خطر متوقع من السيول. وأشار البيان إلى أن غزارة الأمطار وتدفق سيول من خارج المدينة وانقلاب الأودية خاصة في مناطق الجانب الأيمن من الموصل قد يجرف معه أو حالا ضينية إلى داخل المدينة. كشفت هيئة النزاهة بالأرقام عن قيمة المشاريع المتلكية في كركوك مشيرة إلى صرف الأموال لبعض هذه المشاريع لكن لم يتم إنجازها أوضحت الهيئة أن كلفة المشاريع المتلكية في مديرية ماء كركوك على سبيل المثال نهزت 131 مليار دينار نحو 140 مليار دينار هي كلفة دراسة وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من محطات معالجة شبكات الأمطار والمياه الثقيلة مع محطات الرفع في مشروع مجاري كركوك وأكد تقرير وجود تلكؤ في مشاريع بناء 71 مدرسة و111 مشروعا من ضمنها 86 مشروعا بلغت نسبة الإنجاز فيها صفر وأشار التقرير إلى كلفة مشروع كاميرات المراقبة وكشف المتفجرات والقيادة المركزية لمدينة كركوك بلغ أكثر من 15 مليون و300 الف دولار والمزيد من المعلومات ينضم الينا عبر سكايب مراسلنا من كركوك سوره داوودي سوره مرحبا بك كيف رد مسؤول مسؤولو كركوك على هذا التقرير مساء الخير يعني مسؤول كركوك الان الاداره الحاليه قالوا ان هذه الارقام وهذه المشاريع هي من الاداره السابقه اي ان قبل اكثر من عام ولكن ايضا هناك مشاريع يعني تم البدء بها بي مثل مشاريع المياه والاداره الجديده قالت ان جميع هذه المشاريع المتوقفه يعني تم عرضها على رئاسه الوزراء يعني هذه المشاريع المتوقفه الكثير منها في جميع القطاعات الصحيه والمياه والزراعه والكهرباء والتربيه هناك في كركوك الكثير اكثر من مئات المدارس التي تم هدمها قبل أكثر من عشر سنوات ولم يتم بناؤها يعني الآن هذه أيضا مشكلة وأيضا هناك مشكلة مياه مياه الصرف الصحي أيضا هناك مشاكل مستشفيات الآن هناك مستشفيات ضخمة كبيرة تم بناؤها ولكن تم إيقاف إيقاف العمل فيها بسبب عدم وجود كما يعني الإدارة السابقة قالت بأن الحكومه في بغداد قد اوقفت يعني ميزانيه كركوك منذ الف منذ 2000 و2004 طيب عام 2014 نعم من خلال متابعتك للاوضاع في كركوك ما مدى دقه هذا التقرير؟ يعني التقرير دقيق جدا والتقرير ايضا يعني كشف الكثير من المسائل شيء طبيعي ولكن يمكن القول بان التقرير لم يكشف يعني هذه الحقائق لان هذه الحقائق اصلا هي موجوده مثلا المستشفى المستشفى الكبير في كركوك يعني تم ايقاف العمل فيه بسبب عدم وجود ميزانيه وايضا هناك الكثير من المشاريع تم صرف صرف الميزانيه وتم صرف الم الكثير من المبالغ طيب الماليه للكثير من المشاريع ولكن لم تنجز نهائيا وهذا طبعا في الاداره السابقه ايضا هناك مشاريع لا الى الان نعم نعم واضح واضح سؤال اخير باختصار لو سمحت هل ستكون حسب راي المراقبين هل ستكون هناك تداعيات لهذا التقرير؟ يعني تداعيات يعني ربما تكون هناك يعني حركه من قبل اداره كركوك لربما للرد وربما للضغط على بغداد لان هذه المشاريع كما تعلمون هي يعني مشاريع مهمه بالنسبه للمواطنين كالمستشفيات والكهرباء والمياه والمدارس، يعني الان مشكله المدارس يعني هناك يعني لحد الان في كركوك هناك يعني مدارس يعني في الصف الواحد ربما هناك اكثر من 60 طالب يدرس في الصف الواحد يعني هذه مشكله بالنسبه للابنيه المدرسيه لا وجود يعني حتى بالنسبه للأثاث المدرسي ايضا هناك مشاكل كثيره من هذا النوع. شكرا لك سوران الداودي مراسلنا من كركوك. استلمت وزارة الكهرباء بشكل نهائي محطة واسطة البخارية من مجموعة شركات شنغهاي الصينية في احتفالية رسمية جرت يوم أمس الثلاثاء بحضور وزير الكهرباء ومحافظ واسط والسفير الصيني وممثلون عن شركة شنغهاي وعدد من ممثلي الوزارات المعنية ضمن احتفالية رسمية وبحضور رفيع المستوى تمت يوم أمس مراسم التسليم النهائي لمحطة واسط الحرارية من الجانب الصيني إلى نظيره العراقي حيث ستدشن وزارة الكهرباء من تاريخ هذا اليوم الإدارة الفعلية لهذه المحطة التوليدية الكبيرة التي تصل طاقة إنتاجها إلى 2540 ميجا نحتفل هذا اليوم وأبناء شعبنا العزيز بالاستلام النهائي لمحطه لمحطه واسط البخاريه التي تعد انجازا كبيرا واضافه نوعيه لمنظومه الكهرباء الوطنيه والتي نفذت من قبل شركه شنغهاي الصينيه وبهذه الاضافه تعززت منظومه الطاقه بخطوه واعده على الطريق الصحيح بهدف انجاز بهدف انهاء ازمه الكهرباء في البلاد محطة واسط الحرارية التي بدأت شركة شنغهاي الصينية بإنشائها عام 2010 إثر إعادة إحياء عقد قديم دخلت أولى وحداتها إلى الإنتاج عام 2013 حيث تتكون هذه المحطة من ست وحدات إنتاجية أنجزت آخرها عام 2016 فيما تولت الشركة الصينية التشغيل والصيانة طيلة المدة السابقة. نهنئ محافظه واسط محافظه مجلس محافظه كل من عمل في دعم هذا الصرح عبر السنوات الماضيه ونهنئ انفسنا بان هذا انجاز كبير للوطن على مسار التنميه والاعمار والبناء خلال هذه الفتره الماضيه وقعنا اكثر من 8000 وات استثماريا وبنفس الوقت وقعت من قبل وزاره الكهرباء عددا اكبر من هذا في عقود حقيقه جيده متوازنه مراسم الاحتفال التي جرت داخل المحطه حضرها وزير النفط والسفير الصيني ومسؤولون اتحاديون ومحليون منهم محافظ واسط الذي ثمن ما وصفها بالجهود الكبيره لوزاره الكهرباء وتشكيلاتها داعيا الوزاره الى زياده حصه واسط من الطاقه الكهربائيه محافظه واسط تعتز وتثمن الجهود الكبيره التي بذلت ان كان من وزاره الكهرباء وتشكيلاتها من الشركه المنفذه نقول للسيد وزير الكهرباء من الانصاف وان شاء الله يكون منصف للمحافظه باعطائها الحصه الكامله من إنتاج هذه المحطة يذكر أن مهمة تشغيل محطة واسط الحرارية انتقلت فعليا إلى الكوادر الهندسية والفنية العراقية منذ بداية عام 2017 تحت إشراف شركة شنغهاي الصينية التي كانت تتكفل خلال السنتين الأخيرتين بالصيانة والإشراف من محافظة واسط أكرم الربيعي الحرة كشف موسم الامطار الاخير في عموم مناطق البلاد مدى عجز وضعف استعداد مديريات البلديه في بعض المحافظات التي تعاني نقصا واضحا بخططها ومشاريعها الخدميه. مواطنو محافظه الديوانيه حملوا الحكومه المحليه حجم التراجع الواضح بالتعامل مع تصريف المياه الراكده والتي خلفتها الامطار. تسببت بقطع الطرق بالاوحال وطفح المجاري ما اثر على حركه المواطنين بصوره طبيعيه خصوصا تلاميذ المدارس. الكثير من احياء الديوانيه بعد موجه الامطار الاخيره تحولت الى اوحال طينيه ومستنقعات للمياه الراكده التي زادت من معاناه المواطنين في مشهد يكشف حجم التراجع في البنى التحتيه وشبكات المجاري وتصريف مياه الامطار. عندك مسؤول بمنطقتك قاعد الى ظهر يطلع بلديه تنظف. ما عندك مسؤول ما حد يجيك ولا حد يوصلك. ما يصير انتم قاعدين بالغرف زين ما تعرفون الحر والبرد وتاركين هالشعب هذا. عدسه الكاميرا رصدت معاناه طلاب المدارس وكيف انهم يشقون طريقهم وسط هذه المستنقعات. التي تكاد أن تغرق أغلب شوارع الأحياء السكنية الواقعة في وسط وأطراف المدينة يوميا احنا نسبح بالطيانة ونرجع لهن الريد لنا طريق باسكلات لا تلاطب. سيارات لا طب يعني, يعني تعبنا والله من نطلع لهن نتدمر طين الحق ما نطب وبعد سنوات من التوقف عن إنجاز المشاريع الخدمية بسبب الأزمة المالية التي مرت بها البلاد باشرت بلدية الديوانية بحملة واسعة تهدف إلى رفع النفايات وردم المستنقعات وتعبيد الشوارع بمادة الإسفل بعد أن حصلت موافقة وزارة البلديات على إكساء الشوارع المهمة والحيوية بعد الحصول على عدة كتب استثناءات باشرت كوادرنا لغرض تبريض هذا الشارع مع العلم أن الشوارع المشمولة بهذه الحملات هي بعرض 15 و 20 متر لغرض رفع مستوى الخدمات بالمدينة الحملة تشمل أيضا فرش الحصى الخابط والمباشرة بتعبيد بعض الطرق الخارجية التي تعاني من التشققات والتقادم رئيس السلطه التنفيذيه في المحافظه تحدث عن وجود معوقات متمثله بنقص الاليات التخصصيه وقله الاموال معوقاتنا كثيره اهمها قله التخصيصات الماليه وقله الاليات اليوم هذه الاليات الاختصاصيه هي اليات غاليه جدا وتحتاج الى اموال كثيره لشرائها ونحن كمحافظه عاجزه عن شراء مثل هذه الاليات ولذلك يعني نامل بموازنه 2019 ان يضع البرلمان نصب عينيه حاجه المحافظات. يامل مراقبون ان تستمر هذه الحمله لاعاده تاهيل جميع الشوارع والاحياء السكنيه التي عانت الاهمال لسنوات عديده بسبب البيروقراطيه الاداريه وتقاطع الصلاحيات بين الحكومتين المحلية والمركزية ميثم الشباني الحره من مدينه الديوانيه فاصل اخير ونواصل معكم هذه النشره الطوابع اهلا بكم الى الاخبار الرياضيه هذه المره قال مساعد مدرب منتخب العراق بكره القدم احمد خلف الاربعاء ان ابعاد قائد المنتخب سعد عبد الامير من الدعوه الاخيره جاءت لاسباب فنيه فيما اوضح ان دعوه المهاجم ايمن حسين كانت مدروسه من قبل المدرب كاتانيتش وأشار خلف إلى أن دعوة 28 لاعبا إلى معسكر الدوحة سيتم من خلالها الإبقاء على 23 لاعبا وستكون القائمة الأخيرة هي من تمثل الفريق في النهائيات الأسيوية بالإمارات مطلع العام المقبل أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم جدول مباريات الدور الحادي عشر الذي ينطلق بعد غد الجمعة بإجراء ست مباريات حيث يلعب القوى الجوية والنجف في ملعب الشعب الدولي ويستضيف ديوانية فريق الشرطة فيما يتقابل الحدود مع ضيفه أربيل في ملعب التاجي ويلاقي البحري ضيفه فريق الصناعات الكهربائية في ملعب الزبير بمدينة البصرة في حين تقام مباراة فريقي أمانة بغداد والحسين في ملعب الأول كشفت الهيئه الاداريه لنادي النفط اليوم الاربعاء عن التوصل لحل الازمه بينها وبين نادي صفاقس التونسي بشان لاعب المنتخب الوطني وكره النفط ايمن حسين وقال عضو مجلس الاداره شوقي كاظم ان اداره النفط ما زالت متمسكه بحقوقها في قضيه لاعب فريق الكره بالنادي ايمن حسين والذي غادر الفريق ووقع مع صفاقس التونسي من دون ورقة استغناء من إدارة النفط. أضاف كاظم أن التراضي بين الجانبين التونسي والعراقي هو الطريق السليم لحل الأزمة تفتتح يوم غد الخميس مباريات الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب لدوري الكرة الكردستانية الممتاز بإقامة ثلاث مباريات حيث يلتقي الزفير الزرفاني مع مستضيفه أربيل ويلعب هندرين مع غازي الشمال ويتقابل زاخو مع بيش ماركت أربيل في ملعب الشيخان من دون جمهور تطبيقا لعقوبة اتحادية بحق جماهير زاخو وفي الأخبار الثقافية نعى اتحاد أدباء وكتاب العراق الشعر الكبير عريان السيد خلف الذي وافته المنية صباح اليوم إثر نوبة قلبية وهو في الطريق إلى مستشفى مدينة الطب بغداد نطق باسم الاتحاد عمر السراي قال إن قصائد سيد خلف محفورة في وجدان الوطن وأن العزاء كل عزاء للعراق كله من جهته قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان العراق خسر شاعرا عراقيا وطنيا كبيرا اما رئيس الجمهوريه برهم صالح فقال في تعزيته ان الشعوب تعرف بادبائها ومبدعيها لقد كان الفقي صوتا معبرا عن الشعب والامه وتطلعاته بدوره قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تعزيته ان مواقف السيد خلف الوطنيه كان لها الاثر الكبير في الشارع العراقي قفية الشعر شعبي تودع أبرز فرسانها عريان السيد خلف وذاكرة الأدب ستحتضن طويلا عشق الحرف الذي تغنى بحزن للحب والإنسان والوطن هذا الموت جسر للا نهاية عليه كلنا نفوت هذا الموت هاجس يبتدينا بلحظة التكوين ويرافقنا العمر من غير ضجة وصوت. لا يمكن أن يغيب صاحب هذه الأبيات الشعرية وإن رحل جسدا. عزلة كبيرة وألم يصل حد الاختناق وأمنيات أريد لها ألا تتحقق. هذا ما جسدته السنوات الأخيرة للشعر الشعبي الكبير عريان سيد خلف الذي أعلنت وفاته صباح الأربعاء عن عمر ناهز الثالثة والسبعين عاما في مستشفى مدينة الطب ببغداد أتذكر أجمل أيام طفولتي أتذكر حينما أذهب بفخاخي لأصطاد الطيور أتذكر تلك الحقول المترعة بالخضرة والنماء والعطاء صور شعريه استقاها من نهر الغراف منذ مطلع ستينيات القرن المنصرم ليحولها الى بحور شعريه استمتع بسماعها عشاقه المنتشرون على طول خريطة الوطن العربي عريان القادم من قلعه سكر بمحافظه ذقار لم يشا خلال قصائده الكثيره ان يخفي رقعه الحزن التي كبرت شيئا فشيء بسبب فعل السياسات التي حكبت العراق فهو ينبه دائما لعل هنالك من يستجيب منيت بوق يا وسفة أشوف شباح تتقرب وأشوف حلوك سودا محرقة على الجسم تتصوب وما صدقت وتخيلت روحي بحلم وتقلب ونسيت القمر والكلة وطفرت بروح مختلة ولأن الصوت صاح وقف أنا شراد منه وصاحبي وقف عريان السيد خلف الذي يعد أحد أقطاب الشعر الشعبي في العراق كتب قصائد للعديد من الفنانين العراقيين أمثال قحطان العطار وفؤاد سالم وسعدون جابر ورياض أحمد وآخرين لو غيرت دنيا لو غيرت دنيا دنيا تحس بيك للشاعر الكبير الراحل عريان السيد خلف العديد من الدواوين الشعرية منها القمر والديرة قبل ليلة أوراق ومواسم وتسل الورد وغيرها العديد وكتب الشعر بنوعيه الشعبي والفصيح وداعا عريان موفق مجيد الحرة بغداد آه تعزينا لذوي الفقيد ومحبيه وداعا عريان فعلا في نهاية النشر تذكير بأبرز العلوي قيادي في النصر يكشف عن ضغوط مارسها سليماني لتمرير الفياض للداخلية ونائب عن البناء يرفض تدخل المرجعية في أزمة الوزارات الأمنية. مقتل مختار في الموصل على يد عناصر داعش والمرشح للقيادة المركزية يؤكد أن البغدادي يختبئ قرب نهر الفرات بين العراق وسوريا. والشاعر عريان السيد خلف يودع الحياة أثر وعكة صحية. الأوساط الأدبية والسياسية تعد رحيله خسارة كبيرة للثقافة العراقية. مشاهدينا هذه النشره انتهت تابعوا المزيد من اخبار العراق على فيسبوك تويتر ويوتيوب وموقع الحره على الانترنت القاكم لاحقا سلام عليكم